جزاكم الله خير الشيخ. هل سأل فاعل مصري ومقيم بالدمام يقول قمت بأداء فريضة الحج منذ 4 سنوات متمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنني تركت طواف الإفاضة، فما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ وهل يمكن أن أقوم بالطواف الآن عند أداء الحج عن والدتي؟ عليك بالمبادرة هي الذهاب إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة لأنه باق في ذمتك، ولا يتم حجك إلا به لأنه ركن من أركان الحج. عليك أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، لأن المتمتع عليه طواف وسعي لحجه وعليه طواف وسعي لعمرته، عليك أن تطوف وتسعى. وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنه يجب عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، ولا بد أن تكون الفدية مما يجزي في الأضاحي، سليمة من العيوب وبالغة لسن العدة، 6 أشهر للظان وسنة للمعي، أو 5 سنين للإبل وسنتان للبقر. الواجب عليك إذا كان حصل منك جماع فدية، إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة تتصدق به على فقراء الحرم. وإذا لم يحصل منك جماع في هذه الفترة فيكفي أنك تذهب وتطوف للإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة للحج. نعم.